مش فكرة ان احنا بعدد الالعاب اللي داخل نادي الزمالك بس او وجودنا بس بالشكل ده، لا كمان احنا هنتكلم على كم المنشآت والصالات اللي موجودة بالتأكيد، علشان وانت بتمارس الالعاب دي هو مش مجرد وجود مشرف فقط، لا انت كمان عندك صالات على احدث مستوى. فده اللي طول الوقت نتكلم فيه. انت اثرت نقطة مهمة جدا يا قضا، فكرة ان احنا عندنا كم العاب. طبعا زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة المستشار مرتضى منصور والاستاذ خالد لطيف وكمان الاستاذ سيف الوزيري، بالظبط الناس متواجدين بيتكلموا مع بعض طبعا قبل بدايه حفل التوقيع. طبعا بيربط المستشار مرتضى منصور علاقه طيبه جدا بالاستاذ سيف الوزيري وبكل الناس المسؤولين بالتاكيد. زي ما كنا بنتكلم يا قضا على فكره ان عندنا كم العاب وعدد العاب كبيره جدا داخل نادي الزمالك. انت بتتكلم كمان انه صالات جمباز، صاله جودو، حاجات كتيره جدا بقت متواجده داخل نادي الزمالك. فده بيفرق مع انك يبقى عندك كم العاب بشكل كبير، وبالتالي جذب الرعاه ليك بشكل كبير جدا، وكفايه اسم نادي الزمالك لوحده يعني.